العام 2018 عام للتنمية وتمكين الشباب، هذا ما كان قد أعلنه مؤخرا محافظ حضرموت فرج البحسني كأحد أبرز توجهات إدارته المحلية واستيعاب الكفاءات الشبابية في المناصب التنفيذية بالمحافظة. قبل ساعات قليلة جدا كنت في اجتماع مع المكتب التنفيذي، أعطينا توجيه بتمكين الشباب في بعض الإدارات الحكومية وبالأرقام أعطيناهم توجيه. لكن التمكين بمفهومه العام كما يراه هؤلاء الشباب لا يقتصر فقط على حيز بسيط من الشراكة في الإدارة، بل يتعداها ليشمل في المقام الأول التأهيل وتنمية القدرات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وفق مخرجات ورشة تحديات الشباب التي رسمت ملامحها 20 مؤسسة تعنى بالشباب وقضاياهم بالمحافظة. تمكين الشباب خطوة إيجابية وممتازة، ولكن مفهوم التمكين لا يقتصر في الوظائف الإدارية ولا الحكومية، ولكن في تأهيلهم وتدريبهم، تقديم الدورات في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا. كذلك جامعة حضرموت دعمها وفتح تخصصات جديدة في الاقتصاد، في السياسة، في كل المجالات، يعني في الإدارة وفي جميع التخصصات. ولا يمكن الحديث عن تمكين الشباب دون التطرق لأزمة البطالة والتي وصلت نسبتها 50% بين أوساط الشباب في مدينة كالمكلا، مع وجود مؤشرات على ارتباط الكثير من التخصصات الجامعية في تعزيز البطالة. في عندنا مخرجين وفي ده، بس مش مؤهلين بسبب احنا بنقول مثلا أوضاع الدولة الموجودة، أوضاع الوضع العام في الدولة. ثاني حاجة برضو ما يوجد تعاون ما بين الدولة والقطاعات الخاصة في تأهيل الشباب الخريجين بما يتناسب مع المتطلبات سوق العمل. أهم التجار وأصحاب الشركات والمؤسسات الدور في عدم تأهيل الخريجين. يا أخي لا تعطي الشباب هذه فرصة إنه هذا الشاب يتدرب عندك على حسابك. ولن يكون تحقيق مثل هذا التوجه يسيرا في ظل أوضاع الحرب والانهيار الاقتصادي والمعيشي في البلاد، لكنه أيضا لن يكون مستحيلا إذا ما كانت هنالك خطط عمل واقعية تعكس جدية الرغبة في التمكين للشباب. على الرغم من جمالية الشعار وهو تمكين الشباب، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى تحديات جمة أمام تطبيقه، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لكن الأهم يرى مراقبون هو في مدى جدية السلطات ومنظمات المجتمع المدني في التزامها لتحقيق ذلك التمكين. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.